أكدت الرئاسة الفرنسية أنه تم العثور في منطقة جاو في شمال مالي على حطام الطائرة الجزائرية التي تحطمت وعلى متنها 116 شخصا بينهم 50 فرنسيا. وكان وزير النقل الجزائري عمار جول أكد صحة الأخبار حول فقدان الطائرة. نؤكد الأخبار الواردة إلينا بشأن اختفاء الطائرة الإسبانية المؤجرة والتي كانت قادمة من واغادوغو نحو العاصمة الجزائرية في هذا اليوم 24 جويلية 2014 على الساعة 1:55 بالتوقيت العالمي GMT، والتي اختفت عند تحليقها بمنطقة جاو بمالي. 20 لبنانيا كانوا على متن الطائرة الجزائرية المنكوبة، ما سبب حالة من الصدمة في لبنان. اسمها شيماء. شيماء ابنة الخمسة أعوام هي واحدة من 11 طفلا فقدوا على متن الطائرة الجزائرية. كانت برفقة والدتها وشقيقين لها في رحلة بعد 4 أعوام من الانقطاع عن لبنان، إلا أن القدر شاء لهذه الرحلة ألا تكتمل لتفقد العائلة في مكان ما وسط ذهول أقربائهم هنا. يا حبيب قلبي علشي. سمعنا من الأخبار مثل ما قالوا إن الطيارة مفقودة وما حبش عارف إيش هي هي وهي ما البنت. ده صار لهم بالمنطقة بالغربية؟ إلهم إلهم زمان، صار لهم شي 20 سنة. أيوه إلهم 4 سنين مش جايين لهون. جايين بدنا يعيدوا يشوفوا عماتهم. يا ويلي الله يصبر قلبك يا فايز، الله يصبر قلبك يا خيي. وإذا كان رب هذه العائلة لا يزال على قيد الحياة في بوركينا فاسو، إلا أن عائلتين فقدتا أفرادهما بالكامل. عائلة منجي حسن من بلدة حريص لم يتبقى منها أحد، وكذلك عائلة بلال دهيني التي فقد أفرادها الستة. والله هي عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، منجي حسن حسن الحاج منجي حسن حسن هو رب هذه العائلة، مرته ريان الزيات، ولاده محمد رضا، حسن حسين ورقية، وهن أسماء أفراد العائلة كاملة، يعني 6 أشخاص. معظم المفقودين اللبنانيين الذين قدر عددهم 20 شخصا سافروا إلى بوركينا فاسو قبل أعوام لتحصيل لقمة العيش، وكانوا في طريقهم إلى لبنان لتمضية عطلة الأعياد دون أن يعلموا أن رحلتهم هذه ستكون الرحلة الأخيرة. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.